أول مقطع وثقت عدسة مواطن إيجابية شاب من شباب الوطن البار، حيث قام بتنظيم المرور بإشارة إشارة مرورية في العاصمة الرياض بعد تعطلها، الأمر اللي لقي استحسان الكثير من المارة بالطريق، وشفنا أيضا تفاعلهم معه وأيضا استجابة أصحاب السيارات لهذا المواطن. نشوف مع بعض المقطع. تقاطع المواطن ما شاء الله تبارك الله قاعد ينظم السير، واللي لفت الانتباه أكثر يا خالد أنه ما شاء الله تبارك الله المواطنين أصحاب السيارات عارفين أن الإشارة متعطلة وهذا قاعد يفيدهم، وجزاه الله خير متطوع وتجاوبوا معه، قاعدين يتفاعلوا معه. صحيح عبد الله، ممكن احنا في لما نمر من شارع ونشوف لا سمح الله اشاره متعطله لاي سبب كان، تقني ولا امطار ولا مثلا اي سبب، ممكن احنا نمر ولا نعطي الموضوع اهتمام، لكن بايجابيه من هالمواطن ومن الشباب السعودي بالفعل تفرح جدا. معنا اتصال هو من صاحب المقطع اللي ظهر في المقطع المنظم للاشارات المروريه، وهو المواطن ركان القويفل. مساك الله بالخير يا ركان. مساك الله بالنور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وسعيدين اليوم بتواجدك معنا في برنامج اخباركم. يا حبيب قلبي الله يسعدك. ركان قاعد اتحدث قبل شوي مع عبد الله، اقول له انه احنا ممكن نمر من الاشارات واحيانا ممكن نشوف اشاره مثلا معطله فما نعطي الموضوع اهتمام، لكن بايجابيه منك كنت بادرت بمبادره انك تنظم السير وحتى ما تسبب ازمه لا سمح الله في المكان. حدثنا ايش اللي صار؟ صراحه يعني طالع، كنت طالع من الكليه. نعم. فكنت يعني متوجه للبيت، فشفت الاشارات صراحه كلها طافيه. فاهم كيف؟ واشوف ازعاج وما ازعاج وناس واقفه واللي متهاوش واللي ما ادري ايش. فلبقت انا سيارتي ونزلت ووقفتهم، واللي وقفت الاشاره ويعني خليت تتنظم تقريبا. طيب حاجة حلوة صراحة راكان، ونهنيك مرة ثانية ورحب فيك في أخباركم، ويسعدنا صراحة أن إحنا في أخباركم أن نسلط الضوء على هالمبادرات الحلوة والأشياء التطوعية الجميلة. أنت كيف شفت تفاعل الناس معك في البداية؟ كانوا متقبلين شوية، ما حسيت أنه في ولا تأقلموا معك على طول؟ لا صراحة والله على طول تقبلوا على طول. طيب ما شفتك لابس لبس فسفوري ولا ما كنت مستعد؟ جات في وقتها وعلى طول؟ لا أنا كنت أقول لك أني كنت طالع من الكلية على طول، فكنت متوجه البيت، فشفت هذه ما رضيت فوقفت ونظمت. عاد بتخليها هاجس عندك، ممكن تخلي اللبس الفسفوري هذا ستاند باي مثلا في حالة أنك أنت ما عندك عمل أو راجع وشفت حاجة زي كذا، ممكن تبادر مرة ثانية وما يتوقف العمل على التجربة هذه. بس صحيح المفروض، هذا المفروض، وإن شاء الله يعني إن شاء الله راح تكون يعني يكون معي لبس أو شيء انه يكون لا سمح الله صار شيء ولا شيء يكون على طول جاهز. طيب انا باخذ منك حاجه بسيطه، ابغاك تقول لي انت كنت في الموقف هذا، رساله توصلها للناس اذا شافوا احد قاعد ينظم السير، ايش تبغى منهم؟ يعني صراحه انا يعني ولك مع كلامك، انا يعني شفت انا ابيهم ايش يعني تقريبا يفهمون الموضوع، يعني كم يعني كيف وقفت الاشاره مثلا الاولى جيك الثانيه يقطع بسرعه، لو سمح الله لو صار شيء ولا شيء راح اكون انا المسؤول طبعا. فاهمني كيف؟ يا سلام. فاي نعم، فاطفال طالعين من المدرسه اي شيء ما شيء، فالمفروض يعني يتفهمون الموضوع، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد الاغلبيه كلهم متفهمين الموضوع اللهم لك الحمد. جميل، برافو والله يا ركان، احنا نشكرك بصراحه واشكرك بالنيابه كل من مر من هالاشاره، نقول لك شكرا لانه يمكن في احد اللي مارين يمكن كان مستعجل وانت نظمت السير. شكرا جدا لك يا ركان، وبالفعل هذا العشم في كل الشباب السعودي انهم دائما مبادرين وايجابيين. شكرا لك يا ركان القويفل، يعطيك العافيه، كنت متحدثا معنا عن تنظيمك للسير في المقطع اللي شفناه قبل قليل. طبعا المقطع حصري ووصلنا يعني حصري فريق برنامج اخباركم، واحنا بدورنا ايضا نكرر هالتجربه لاحقا ان شاء الله مع اي تفاعل يصل عبر حساب برنامج بتويتر باذن الله.